صوره بشكل اكبر ونعرف كل اخبار وكواليس المعسكر، خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز المتالق كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي مع البعثه هناك في اسبانيا. يا كريم طمنا اخبار نادي عندك ايه والامور اخبارها ايه بالنسبه للفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي؟ اتفضل يا كريم. برحب بيك زميلي امير وبرحب بكل مشاهديك وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يوم بيوم ورساله جديده هنا من اسبانيا طبعا، معسكر فريق للنادي الاهلي، معسكر مميز على اعلى مستوى، تدريبات مباريات زي ما تابعنا وشفنا طبعا المباراه الاولى لفريق النادي الاهلي اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 9-0. لكن بشكل عام امير لو بنتكلم على المباراه بنتكلم على التدرج كمان المستوى الفني بالنسبه للمباريات الوديه لفريق النادي الاهلي، استفاده الفنيه اكتر من تكون استفاده في نتيجه المباراه. يمكن هي الفرقه ضعيفه شويه لكن ده مطلوب يا امير، وانت عارف طبعا ان في معسكر تدريبي لكن معسكرنا مختلف، معسكرنا التاهيلي للموسم الجديد مختلف، معسكر للموسم الحالي ومعسكر للموسم القادم، فلابد يكون في حفاظ بشكل عام على اللعيبه. الفرقه لو قويه يبقى فيها التحامات واحتكاكات قويه جدا للعيب النادي الاهلي، ولعيبه النادي الاهلي عانت بشكل كبير والجهاز الفني من الاصابات خلال المرحله الماضيه، فلابد يكون في تدرج في المستوى، وزي ما اكدنا وقلنا اختيار جيد واختيار رائع من الجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي لاختيار فريق طبعا سوكر سمارت امس، وايضا كمان فريق نيوبورت اللي هو النادي الاهلي هيلعبوا خلال الايام القادمه وبالتحديد يوم 11، لكن الملعب هيكون مختلف. ملعب المباراه الاول كان ملعب لافينكا في المنتجع اللي احنا متواجدين فيه في اسبانيا، لكن الملعب هيكون مختلف بشكل كبير. الملعب الاول ما كانش فيه مدرجات في منطقه جبليه، ارضيته جيده طبعا جدا، معروف عن اسبانيا بجوده ارضيه الملاعب، لكن الملعب طبعا ما كانش مجهز بشكل عام، ما كانش فيه مدرجات للجمهور، مساحته كانت يعني الطول كان اطول شويه من العرض، لكن بشكل عام النادي الاهلي قدر ان هو ياخد جرعه تدريبيه قويه في المباراه. النتيجه طبعا كانت نتيجه عاليه بترفع معنويات لعيبه النادي الاهلي. يمكن طبعا مش عايزين نتكلم على اي فريق بيقابل في اي مباراه وديه بيتغلب، ممكن الامور بالنسبه له يعني تسبب له ازمه في المعسكر، لكن النادي الاهلي بفضل الله الحمد لله قدر ان هو يكسب بنتيجه كبيره، يؤدي اداء مميز. مستر مارتن لاسارتي وظف اكثر من لعيب في اكثر من مكان، شفنا باسم علي في مكان الباك ليفت، يعني زي ما قلنا الفتره التدريبيه دي او المعسكر التدريبي هنشوف بعض اللعيبه بتشارك في اماكن غير اماكنها، لكن خلال المباريات القويه مستر مارتن اكيد هيحاول ان هو يحط التشكيل الاساسي للفريق للنادي الاهلي اللي هيخوض بيه ان شاء الله مباراتين مهمين جدا يا امير، وهي مباراه المقاولون العرب ومباراه نادي الزمالك، وان شاء الله يا امير باذن الله تكون البطوله 41 بطوله الدوري العام في مقر النادي الاهلي بالجزيره. عايز ارجع معاك النهارده لليوم، النهارده كان في تدريب صباحي في تمام الساعه 9:30، كابتن سيد ومستر مارتن لاسارتي تدريبات يوميه صباحيه ومسائيه، التدريبات صباحا بتكون الساعه 9:30 ومساء بتكون الساعه 6:30، لكن في نقطه مهمه جدا عايزين نتكلم فيها هو الجو هنا والشمس وغيابها وشروقها، الامر يعني سبحان الله طبعا يمكن بنكون متواجدين يا امير الساعه 9:30 و10 مساء بتوقيت القاهره، هو طبعا يعني بتوقيت اسبانيا، لكن بتلاقي النور متواجد وبتلاقي الشمس متواجده هنا، يمكن العشاء الساعه 11:30، يعني الجو مختلف بشكل كبير جدا، لكن كل الامور دي بيستفيد منها النادي الاهلي وبيستفيد منها الجهاز الفني بالتحديد خلال التدريبات وخلال المباريات، لان الجو والشمس بتبقى قويه جدا صباحا وبالليل الجو بيكون مقبول للتدريبات. جرعات تدريبيه مكثفه، رفع الحمل البدني، الخندرو بيقوم بدور مهم جدا وبيقوم بدور قوي جدا خلال التدريبات الماضيه، رفع الحمل التدريبي والنزول بالحمل التدريبي امر مهم جدا للاعبي النادي الاهلي. ما عندناش اصابات الحمد لله، عندنا اصابتين بس في التاهيل، يمكن محمد عبد المنعم احد لاعبي النادي الاهلي ولاعبي قطاع الناشئين شعر بنغزه في العضله الخلفيه، اشتكى طبعا على الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي، فكان التفضيل ان هو يريح ويبدا يعمل بعض التلج طبعا والتدريبات مع طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، بجانب كمان مؤمن زكريا وحسين السيد اللي كل يوم بيقوموا طبعا بجرعات تدريبيه، موضوع لهم برنامج مميز جدا وبيقوموا بيركزوا بيه على اعلى مستوى مؤمن زكريا وحسين السيد. كل الامور يا امير بالنسبه لفريق النادي الاهلي ماشيه في الاطار السليم. مباراه يوم 11 هي مباراه قويه يعني، وده اللي اكدنا ويمكن سالنا كمان كابتن محمد يوسف كابتن سعيد عبد الحفيظ قال هتكون مباراه قويه، مباراه نيوبورت الانجليزي هو طبعا احد انديه الدرجه الثانيه، مباراه هيكون ليها حسابات لمستر مارتن لاسارتي، هيكون فيها تكتيك في جمل تكتيكيه، ومن خلال متابعتنا امير للمعسكر في التزام وفي برضه كمان نقدر نقول الكابتن سعيد عبد الحفيظ بيحاول ان هو ما يبقاش في تدريبات بشكل مستمر لفريق النادي الاهلي، بيكون في بعض التدريبات الترفيهيه لعبتنا طبعا بنشوفها يعني بعض البلاي ستيشن
بينج بونج، بيقعدوا مع بعض طبعا اللعيبه، لان التدريبات بشكل مستمر صباحي ومسائي بتادي طبعا ملل كبير جدا للعيبه النادي الاهلي. نقطه كمان يا امير مهمه جدا، وهو معسكر فريق النادي الاهلي. يمكن احنا متواجدين في منطقه بعيده جدا عن اسبانيا او برشلونه او الريال او مدريد، احنا متواجدين في اليكانتي. اليكانتي يمكن بتبعد زي ما احنا عارفين من مطار مدريد 45 دقيقه يعني، او 50 دقيقه كمان عشان نقدر نصل الى منتجع اللي احنا متواجدين فيه، منتجع لافينكا. لكن الجو العام بالنسبه لاداء معسكر على اعلى مستوى، يعني كل الامور اللي تساعد فريق النادي الاهلي ان هو يخرج برفع معدلات لياقه بدنيه بشكل كبير، بتدريبات واستيعاب فنيات بشكل كبير، حاجه مميزه جدا واختيار اكثر من رائع من الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان متواجد قبل وجود معسكر فريق النادي الاهلي لمعاينه الملاعب، فندق الاقامه، الجيم، الساونا، الجاكوزي، كل الامور الخاصه بريكفري لعيبه النادي الاهلي على اعلى مستوى. وان شاء الله يا امير باذن الله لعيبتنا تستفيد بشكل كبير من المعسكر التدريبي. لسه المعسكر طبعا ممتد ليوم 16، وتكون المباراه الاخيره مباراه يوم 15 امام فريق يوكا موريسيا. زي ما ذكرنا وقلنا النادي الاهلي في المباراه الثانيه يكون امام فريق نيوبورت، والمباراه الثالثه تكون امام فريق يوكا موريسيا ايضا كمان احد انديه الدرجه الثانيه. المباراه متلاحقه مع فريق النادي الاهلي يوم 11 تكون المباراه الثانيه، يوم 15 هتكون المباراه الثالثه والاخيره. ان شاء الله باذن الله المعسكر يكون ناجح للعيبه النادي الاهلي، للجهاز الفني يستفيد بيه بشكل كبير، تخرج اللاعبين جميعا بدون اصابات، بدون اي معوقات تعكر صفوه النادي الاهلي خلال المرحلة القادمة. وعقب العودة أكيد أمير من أسبانيا يكون في ترتيبات كثيرة جدا بعد تحديد المباريات الخاصة ببطولة الدوري العام، مباراة يوم 24/7 أمام نادي المقاولون العرب، ويوم 28/7 مباراة نادي الزمالك. بإذن الله إن شاء الله لعبتنا على قدر المسؤولية، ثقة كبيرة في الجهاز الفني وفي اللاعبين، توفير كل الأمور اللي تساعد النادي الأهلي إن شاء الله أنه يتخطى المباراتين القادمتين ويكون الدوري العام من نصيب النادي الأهلي. عودة ليك زميلي أمير. بشكرك كريم، شكرا جزيلا على طبعا هذه الإطلالة السريعة والشاملة لكل ما يتعلق بالنادي الأهلي هناك في أسبانيا وتحديدا